نروح نمشي نروح نروح انا 1.42 بدينا من اجلك من اجلك يا طني وغانما مكرما هل اراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه كل شيء بدأ ذات 16 فيفري 2019 من مدينة خراطة الواقعة على بعد 60 كيلومتر شرق بجاية. المئات من الجزائريين يخرجون إلى الشارع رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة لتنتقل الشرارة بعد 3 أيام إلى ولاية خنشلة، حين احتج الآلاف من المواطنين أمام مقر البلدية، ويتزامن ذلك مع دعوات إلى مسيرات في كل الولايات يوم الجمعة 22 فيفري 2019 ضد العهدة الخامسة. 22 فيفري مسيرات بالملايين عبر كامل ولايات الوطن، ويظل هذا التاريخ محفوراً في ذاكرة كل الجزائريين، ويعكس مدى تلاحم الشعب الجزائري فيما بينه في الأزمات والمحن. مجدنا وعهدنا سكنتي في قلبي انا نحب الجزائر، انا نحب بلادي وما نحرقش وما نحرقش عطولي حقي. انا نحب بلادنا والجزائر بلادنا وحنا كاع خاوة خاوة. نحب الجزائر نحب اولادي كاع اولادي. نحب بلادنا ما نحرقوش ريحو في بلادنا. كي نحمل الجزائر مليح مليح وفي الجيري وفي الجيري والجيش الملايين من الجزائريين عبر كامل الولايات خرجوا في مسيرات الحراك الشعبي تحت راية الوحدة الوطنية، ورسموا بذلك لوحات فسيفسائية شكلت جزيئاتها أبهى صور التحرر والرغبة في التغيير. زايد بركات يا خويا بركات يا ولدي 20 سنة رانا مسامحين لكم، روحوا بعدونا خطيونا برك خليونا نعيشوا معيشة كريمة. هذه احنا ما نهربوش كيما داروا هما، هربوا كاع أولادهم وهربوا كاع وراحوا كاع، احنا ما نحرقوش وما نهربوش وعندنا الفيزا وكل حاجة بصح والله ما نروحوا. البلدية نموتوا على جلا خويا بلدية، احنا نموتوا على جلا والله ما نروحوا. عندنا ديجان اكسترا اكسترا تعجبنا اكسترا ما شاء الله في بلاجيري بلادنا نسالو فيها. شوفوا شعب قاع يد وحده ولا للعصابه الحاكمه واللي راهو يهضر باللي تدخل البلاد تولي كيما سوريا ولا تولي كيما. حنا هذوك خاوتنا نتمنى ان شاء الله باللي تسقم بلادهم ويولوا لبلدانهم، وحنا ان شاء الله الحمد لله ما تصراش هكا. الجزائريين كاع خرجوا، الشعب الجزائري كاع خرج، مازال فيها رجال ونساء. اكسكوز موا تكسيستي اكسكوز مي سنتيمون Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment.
الحراك الشعبي عكس صورة إيجابية عن الوحدة الوطنية التي تميز الجزائريين عن غيرهم، فغابت الشعارات العنصرية والمحرضة لتؤكد الالتحام بين مكونات المجتمع الجزائري، وهذا عكس ما كان يروج له من يحاولون العبث بوحدة الجزائريين. ويحيى الشعب الجزائري وتحيا الجزائر وتحيا ورانا خاوة. من تقرت راني جيت على الشيء هذا، ماذا بينا يتحاسبوا كما قالك الأخ، وماذا بينا الجزائر تبقى واقفة كل سمانة تشفى. نروح بسكرة، نروح قسنطينة، نروح تيزي وزو، نوسادار أنا سطيف، أنا على لامارش، لازم أنا معاون مكسيت برا. هذه الجزائر تاع 1.5 مليون شهيد، وتاع 8 ملايين شهيد، تاع العباد الصالحين. هي الجزائر دايما حرة ديمقراطية. الحراك تمكن من توحيد الصفوف وأكد الصلة الوثيقة بين الجزائريين. احنا ولاد شهداء، احنا يا رجال، احنا ولاد شهداء. تحيا الجزائر. يحضر نفسه باش ينصر بلاده، كي نقولوا ينصر بلاده بمعنى انه حاب يلتقي بالجزائر هذه. كي رانا دوكا في المظاهرات هذه الجمعه الثامنه على التوالي، ما راناش كونتر بلادنا، رانا كونتر العصابه هذه الحكيمه. الجزائر ليست سوريا ولا العراق ولا مصر ولا ليبيا، جزائر حره ابيه بشعبها. صوره تعبر على روحها، راهم جزائريين هذوما، ما راهمش اجنبيين، وبلادهم ما يروحوش للخارج، يريحوا هنا في بلادهم. وحنا اللي نكونوا هاد البلاد. الجزائريه الجزائريه، ونكون الشباب حبلنا ناكل الجزائر. هذاك كذب ونسينا الجزائريين، وحملنا راه بوين كراس محمالين من صفغان، لو كانوا من صحمالة راه ودن صفغان ونقبل جدار. زين يا نمر، ذني هنوك حملنا للجزائر، ذني هنوك بغينا للجزائر، لو كان حملنا للجزائر وتشجعنا على التوضا كاكي. موطني وقد تعدت مظاهر هذه الوحدة إلى العلاقة بين الجيش والشعب من خلال شعارات أبرزها جيش شعب خوا خوا، وهي الخاصية التي برهنت عمق العلاقة بين أفراد الشعب الجزائري بعيدا عن كل البروتوكولات والرسمية. الشعب اللي يوقف مع الشعب هذا، ويحيى الشعب، ويحيى الشعب الجزائري. شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، وتحيا الجزائر. كلام الشعب الجزائري كله عن بكرة أبي خرج اليوم. حتى الشرطة تجاوبت مع الشعب، الشرطة شرطتنا والجيش جيشنا والدرك دركنا وكلهم أولادنا. جيش شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، بيفا لاجيري، 1 2 3 بيفا لاجيري. نريد كالعبيد، لا نريد، لا نريد ذلنا المؤمن. ما
ميز هذا الحراك هو سعي الجزائريين للتعبير عن وحدتهم وانضوائهم تحت شعار الوحدة الوطنية ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فرددوا بلسان واحد أغاني من عمق الحراك متجاوزين بذلك كل الانتماءات. إن شاء الله الشعب رانا بالمرصاد، إن شاء الله ما تعاودوش تعاودوا توقفوا. عزنا عزنا غاية تسر. الشعب الجزائري استفاد من أخطاء الماضي وأخطاء الغير ليقدم صورة إيجابية عنه ويزيد من مصداقية مطالبه ويعكس درجة عالية من الوعي واستيعاب الدروس، ما جعلت الحراك يتصف بالرقي ليبرز وعي المتظاهرين وسعيهم الجاد لإنجاح الحراك وتحقيق المطالب كافة لتصبح الحالة الجزائرية استثنائية في المنطقة العربية. نروح انا واحد 240 من جزائر بدينا من اجل